الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صاحب المعالي السيد محمد سالم ولد مزروق وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتانين في الخارج رئيس الاجتماع، صاحب المعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه، صاحب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء وممثليها المشاركين في هذا الاجتماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أعرب عن خالص التعازي لشعبي وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وأسر شهداء التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة باجور وأودى بحياة أكثر من 44 شهيداً وأكثر من 130 جريحاً، سائلاً المولى أن يتغمد الشهداء برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. يسعدنا بداية أن نشكر لكم جميعاً كريم استجابتكم لدعوة المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية العراق، مثمنين عاليا حضوركم الفاعل لهذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية النسخ من المصحف الشريف في كل من مملكة السويد ومملكة الدنمارك، مؤملين أن يسفر هذا الاجتماع الاستثنائي عن مخرجات مثمرة في سبيل إيقاف هذه التصرفات الاستفزازية وفقا لما تكفله القوانين والتشريعات الدولية في هذا الشأن. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، تؤمن حكومة المملكة العربية السعودية بأهمية ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام بين الشعوب والأديان والثقافات، وترفض كل ما من شأن نشر الكراهية والتطرف. ومن هذا المنطلق تعرب حكومة المملكة عن إدانتها واستنكارها المتشددين للاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نسخ من المصحف الشريف، مؤكدة بأن تلك الأعمال الاستفزازية لا يمكن قبولها تحت أي مبرر باعتبارها مخالفة للمرجعات والمواثيق الدولية الداعية للوئام والسلام والتقارب، كما أنها تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف وتقوض مبادئ الاحترام المتبادل الضرورية للعلاقات بين الشعوب والدول. أصحاب السمو ومعالي السعادة، يقع على عاتق منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيه الدور الأكبر للتنسيق والتعاون والتكامل مع مختلف المنظمات الإسلامية الأخرى للدفاع عن قيم التسامح والسلام وحماية ونشر صورة الإسلام الصحيحة ونبذ مكافحة التعصب والتطرف ونشر كراهية العنف. وفي هذا الصدد أثمرت جهود الدول الأعضاء في اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 53.1 بشأن مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، الذي اعتمد يوم 12 يوليو 2023. وتعبر حكومة المملكة عن فائق تقديرها لكافة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي صوتت لصالح قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 53.1 والدول التي ساندته، وتدعو جميع الدول الأعضاء للتكاتف الجهود من أجل اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتصدي لهذه الاعتداءات. وكان لنا في اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان أن بذكر خير ذلك، ولعلي أسترعي انتباهكم الكريم بما تضمنه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي خاصة الفقرة 12 من أهداف الميثاق التي تؤكد على حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان، والفقرة رقم 17 من أهداف الميثاق التي تؤكد على تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية الذي يمثل منهاجا للدول الأعضاء للتصدي لهذه الاعتداءات وبناء موقفها عليه في هذا الصدد. ختاما نؤكد على أهمية أن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام بين الثقافات والشعوب، ونشير إلى ضرورة نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ كل أشكال المراسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف، ونؤكد على أن الثقافة العالمية للتسامح والسلام لن تقوم إلا على تضافر الجهود الدولية في تعزيز مبادئ الاحترام والقبول الأديان والعمل على تعزيز هذه الثقافة في جميع المجتمعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.